بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا إلى كيفية إدخال ملف النقاط الطبوغرافية إلى برنامج الكوفاديس. إذا كما قلنا سابقا أعزائي المتمهنين والمتربصين، أن ملف النقاط الطبوغرافية له عدة أشكال، والشكل الذي يساعد مهنيا مع سهولته في التعامل مع البرنامج هو الملف .txt. وملف .txt ذو الوصلة .txt به نوعين، النوع الأول هو سيباراتور والنوع الثاني هو كولون. النوع سيباراتور هو مفضل في الميدان المهني كذلك. الآن سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لإدخال النقاط الطبوغرافية إلى البرنامج، أو إلى تعريف ملف النقاط الطبوغرافية إلى البرنامج، ومن ثم عرضها على سطح برنامج الأوتوكاد. إذا نذهب إلى القائمة كوفاديس 2D، ثم إلى بوان توبوغرافيك، ثم إلى شارجمون دو سومي. عيد كوفاديس 2D بوان توبوغرافيك شارجمون دو سومي. عند النقر على زر شارجمون دو سومي تظهر لنا نافذة جديدة تدعى نافذة الشارجمون دو سومي دو بوان، وبها عدة اختيارات وإعدادات سوف نراها بالتفصيل. في القائمة الأولى وهي فيشي دو بوان أتريتي، يتم اختيار الملف، ملف النقاط الطبوغرافية، ويتم استدعاؤه من هذه الأيقونة شوا دو فيشي دو بوان. نضغط على هذه الأيقونة تظهر لنا النافذة، نعين مسار ملف النقاط الطبوغرافية المخزن بالجهاز. فمثلا أريد تحميل أو إدخال النقاط الطبوغرافية المدمجة في ملف separat.txt، نضغط مرة واحدة ثم نضغط أوفرير. هنا تم إدخال الملف إلى معرف البرنامج. في القائمة فورما دو فيشي نستطيع رؤية الملف المدخل. وهنا نختار نوع الملف. إذ قلنا سابقا أنه فيه عدة ملفات أو أنواع الملفات نقاط طبوغرافية، نختار نوع الملف الذي أدخلناه وهو عبارة عن فيشي دو بوان افيك سيباراتور. نضغط على هذا الاختيار، ومن ثم نذهب إلى لو فيشي دو بارامتر، ونضغط على هذه الأيقونة التي مكتوب عليها بارامتر دو فورما. هنا ندخل ما هو الرمز الذي هو موجود في ملف الذي يفصل بين كل النقاط. فإذا كان إسباس نضغط على إسباس، وإذا كان أوتر كاركتر يعني رمز ثاني كما قلنا سابقا دياز أو نقطة أو فاصلة منحنية أو شيفت، نختاره من هذا نضغط عليه من هذا الاختيار. إذا في حالة ملفنا يتميز بالفاصلة إسباس. إذا مع الاختيار هنا في بارامتر دو فورما نختار إسباس، ومن ثم نعرف كل عمود بقيمه. نحن لدينا في ملف النقاط الطبوغرافية العمود الأول عبارة عن ماتريكيول النقطة، ثم العمود الثاني أو القيمة الثانية بعد الفاصلة وهي إكس النقطة، القيمة الثالثة بعد الفاصلة هي إيكراك النقطة، ثم زاد النقطة، ثم كود النقطة. إذن على هذا الترتيب نرتب هنا مختلف القيم على نفس ترتيب الملف. إذن لابوسون دو ماتريكيول نختار العمود واحد أو الوضعية رقم واحد، ثم
ثم la position des coordonnées x يعني قيم les x نختارها في الوضعية 2، قيم les y نختارها في الوضعية 3، قيم الz تختار في الوضعية 4، أما قيم السيمبول أو كود نختارها في الوضعية 5. إذن يمثل لك برنامج الكوباديس مختلف الوضعيات التي اخترتها: ماتريكول ثم x ثم y ثم z ثم كود، ثم نضغط على الأيقونة ترمينال. من قائمة ديفينيسيون دو بوان توبوغرافيك نستطيع الضغط على الزر كونفيغوراسيون دو بوان توبو، ومن ثم نفعل مختلف خصائص التي نريد إظهارها في ملف في النقاط الطبوغرافية. فمثلا نريد إظهار الماتريكول بهذه الخواص، والالتيتود بهذه الخواص، والكود بهذه الخواص. إذا أردت أن تلغي إظهار على النقاط الطبوغرافية أحد الموجودات هاته، ما علينا إلا الضغط على كري أتريبي ويزول التفعيل. إذا أردت التفعيل مرة أخرى اضغط على كري أتريبي ويذهب التفعيل. هذه الثلاث خواص تدعى لزاتريبي تدعى لزاتريبي. إذا ما علينا إلا تفعيل الثلاث أتريبي لكي تظهر النقطة بماتريكول وبالتيتود مع كود النقطة، ثم نضغط على ترميني لتفعيل الاختيارات أو الإعدادات. من القائمة insertion et optimisation نختار إدخال النقاط بال3D، أي أن النقاط الطبوغرافية سيتم تحميلها بثلاث أبعاد X وY وZ. من القائمة altitude نختار nombre de décimal pour l'attribut، يعني عد أرقام بعد الفاصلة، نكتفي برقمين أو ثلاث أرقام بعد الفاصلة. ثم نضغط على الأيقونة أوكي. فهنا يتم إدخال كل النقاط الطبوغرافية التي كانت في ملف النقاط الطبوغرافية وإظهارها على شاشة الأوتوكاد. كل نقطة طبوغرافية تتميز بماتريكول ثم التيتود يعني منسوب النقطة أو الزد، وتميز كذلك بالعائلة أو الكود. هذه ثلاث أتريبي اخترناها وفعلناها من الإعدادات السابقة. هناك كذلك تمثيل بياني للنقطة يوجد في وسط هذه الثلاث أتريبي. يتم تغيير إعدادات الوضعية للنقطة من القائمة فورما ستيل دو بوان، ثم اختار رمز آخر على خلاف رمز النقطة. مثلا نختار هذا الرمز، رمز الفي أو رمز الضرب، ومن ثم نختار ديفينير لا تاي اون يونيتي ابسولي، واختار هنا قيمة معينة لحجم الإظهار، حجم إظهار النقطة، ونضغط على أوكي. فيتم إظهار ربط آخر للنقطة، وهذه من خلالها يتبين لنا الوضعية الصحيحة للنقطة. إذا وضعية النقطة هذه يتم من هنا. نستطيع قراءة وضعية النقطة يعني الإكس والإكراك من أسفل الشاشة هنا، وذلك من أسفل الشاشة على يسارها من هنا، وذلك بالتأشير على النقطة ثم قراءة الإكس والإكراك وزاد النقطة. إذا كان حجم إظهار النقطة صغير جدا أو كبير جدا، يمكن تغييره من القائمة كوفاديس 2D إشار دوليسان، ثم التأشير فقط على لبوان توبو، يعني نزيل التأشير على كل
الموجودات السابقة ونؤشر فقط على point to point، ثم اختيار إشال آخر مثلا تصغيره أو تكبيره، ومن ثم يضغط على OK فيتغير مقدار إظهار النقطة.